السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنلعب لعبة فري فاير، وهنسلين مع واحد. هنشوف، اي والله على الكيومتي كام ده. يلا يلا، هنسلين مع كام؟ لا هنسلين مع 3. استنى هنعملنا شوية سلاحات حلوة. يلا هذا فاير، ماشي تمام. يلا يلا، ده انا مستخبرهم في حته. في واحد صاحبي اتضرب، فانا راح انقذه. عشان انت عارفين طبعا الاصدقاء اصحاب اصحاب. ماشي، ان انت انت بتضربني منين ده؟ صح يا ابوي. ترى شو اسمه؟ انت ورايا من الناس. اي حوالين الصحة، حوالين الصحة. انت ما تحارتم برضو. ما هي خسرت. تنستنوا نسمع الكيمتا. اتهزمنا يا بوي. بصوا ولاد الناس، احنا مستنين دول. سنشوف السلاح ده بس احسن سلاح. يلا وباي باي، كمان نجيب القطة الخنانة. يلا يلا، الله الله عليك يا شبح، يا شبح الأشباح. يلا يلا كده نتحرك. السيفتي، السيفتي الحلوة دي، ايه الحاجة الحلوة دي؟ يلا يلا بقى، نط لفوق ولتحت. مش تحت الارض. استنى نط سحلق نطة. استنى يلا، استنى شوفت ابن الناس. استنى الحلقة مسيبة. يلا ثم طلبوا خرطة. استنى بس عشان ناخد الحاجات اللي معاك. هذا سنس خيام. بنشروا بقى، اكلوا ثم الصحب. من التاني ده حاجات مسيبة. النصر لينا. ايوه يا ابطال، يا حركاتك احلى ضربة الدور اللي فوق. يلا يلا يلا، استنى نختار سلاح. اختاروا ده، فده اختار المسدس ده بس. وهات دوت نضربهم. او اللي ده احلى. استنى انتوا قاعدين تضربوا في بعضكوا. يلا الله عليك الله عليك، تحميل التخسير. يا مالك يا مالك. يلا يلا يلا، استنى سحلق سحليقه. انا بستخبى لهم اخر استخبى. يلا بنطلع لهم فوق من تنسى. حد يطلب علينا، في حد يطلب علينا منين؟ تم يشيب ارتن، تم يشيب ارتن. ايه ده، مت ليه؟ ده انا ما اتفرجش عليه. بصوا اه، ده صاحبي ده. ايوه صاحبي، انا صاحب عمري. هسيمة ليه؟ كلهم مضوا يا ولاد اللسينة. بس انا نلعب الكيم تاني. يلا بس المرات مستحلف له. ايوه هات القنبلة من دي، القنبلة التاني، وهات اكل. بس انا كده مستعدت له، معايا قنابل وفلوكات. يلا عليكم يا حركاتكم. طب يلا عشان على فكرة بدأنا ناس هوبلي صح. انا هنتقبلهم هنا وابعت لهم. تعالى تعالى تعالى. ايوه
ابرو، واحدة هنا واحدة هنا. هي صاحبتنا هي، كل واحد من حتة يا صاحبة. هوبا اتكلم صوت اذا مين اللي ده نقطة صحيح صاحب قلبي مين يعني انت احسن. استنى استنى انا مشيت جاية، خليني امشي كده. يلا اصحابي خسرت تاني يا بوي عليا. كل اصحابي كده الناصر، الله علينا الله علينا، موتناه موتناه الله علينا. يلا بقى الشولة الخامسة، وهي دي اللي هتحدد مين اللي هيفوز. لا استنى الشبل هتلاح، خلينا في سلاح خفيف شوية عشان نعرف ايه نسيبهم بهدوء كده. هذا السلاح ده بالمرة، خد انا فين شروع ده، هات الفطور دي يا هو. مين بيضرب ده؟ يلا اسري اشري يلا. استنى بس هطلع لهم فوق وهلقيهم من فوق. استنى ايوه احسن حاجه، هات لهم ده والخلهم من ده. بس كل التبديل حتى لو نط يوقع تمام. انا هشوفهم النصر لينا النصر لينا النصر لينا. وفزنا كده الشاولة الستة والنقطة المباراة. هذه التالتة، هات السلاح ده وهات مرة تاني هضربهم في اتنين. ها استنى، وده برضه وده وده. شطر شو، مفيش حاجة في قنبلة. طب هو بقى هو بصوا للناس اشري الناس رخمة، عارف لو كنت لقيتهم واقفين لسه هموتهم. صار حاسه مش بعرف اموتهم هم. يلا استنى استنى ايه ماما، ايوه ادخل يا اصحاب ادخل ادخل. اوعى تسي اوعى. ايوه صحي صح صح وقتها. يلا فكرة انتوا الاثنين انا بعطيكوا والله. اصحي صاحبك، لا ده مش صاحبنا تعتونا. ايوه 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 صح 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 يا تمام. يلا ايوه ايوه اطلب منه مساعدة. هسيمة هما اللي فسوا يا خسارة يا خسارة. بص 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 ده ده الكل، دي المفروض الشاولة النهائية اللي هيفوز ما بيننا وما بينهم، واحنا اللي فايسين فايسين. خد لك قنبلة من هنا وخد لك واحدة من هنا وخد لك واحدة تاني و...
وبعدها هنوقف الفيديو ده، وما تنسوناش باللايكات والاشتراك في القناة. يلا متنسوش، عايز نوصل للفيديوهات دي لايكات كتير. وعندنا قولولنا اللعب اللي انتوا عايزين تلعبوها، واحنا هنلعبكوا العاب كامتك كامتك. يلا انت بتضرب عليا يا احمد. واه واه واه، مين بيضرب القنابل دي؟ عشان تعرف 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 حمايتك عامل صحتي. صاحبي يا صاحبي يا صاحبي، صاحب عمري. ازاي ازاي خسرناك انت؟ استنى، ايوه صاحبي، هذا انا كنت معايا الراجل ده اللي موتني. طب ماشي، شطرين وحياتكوا هيموت ورا دي. الله علينا، النصر النصر النصر، فوزنا فوزنا. متنسوناش باللايك والاشتراك في القناة.